الروضة الشريفة، هذه أرض من الجنة. اللهم إن هذه روضة من رياض جنتك وشعبها من شعب رحمتك التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. تمتاز هذه البقعة عن غيرها بأن الدعاء فيها مستجاب بإذن الله، نظرا لمكانتها الكبيرة، حيث قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك بعد الحاجز بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، اعف عنا واغفر لي ولوالدي ولمن دخل روضتك الشريفة طامعا في كرمك يا الله. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، فاغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبي وأمي. اللهم اغفر لأبي وأمي. اللهم اغفر لأبي وأمي وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبي وأمي. اللهم اغفر لأبي وأمي. اللهم بك أمين عليك توكلنا وإليك أنبنا. مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعطي واحد. أيوة. طب شوفي أنا هنا.